نظرا للتطور السريع في العلوم الطبية، هذا استدعى من نقابة أطباء سوريا تكثيف النشاطات العلمية بمختلف الاختصاصات ومشاركة كافة القطاعات، وذلك للتعرف على الجديد والتأكيد على اعتماد البروتوكولات الحديثة المعتمدة عالميا في الوقاية والتشخيص والمعالجة وتدبير الاختلاطات، وذلك لتخفيف الهدر وتخفيض نسبة الوفيات. اليوم المؤتمر تناول الإنتانات في الجملة العصبية النوعية واللانوعية وطريقة تشخيصها بالوسائل الحديثة والخطوات الصحيحة في معالجتها وتدبيرها لمنع حدوث اختلاطات جدية وتخفيض نسبة الوفيات. هذا هو المؤتمر الرابع الذي أجري خلال السنة الماضية. أجري عدة مؤتمرات حول الصداع، حول الصرع، حول الحوادث الوعائية الدماغية، وهذا المؤتمر سيكون حول الأمراض الالتهابية بأشكالها المختلفة، حيث أن هذا الموضوع مهم وله الكثير من الاختلاطات والمشاكل التي يجب تنويه الناس والأطباء عليها. ينعقد المؤتمر في رحاب جامعة دمشق، نناقش فيه آخر تطورات حول موضوع الإنتانات العصبية. يضم نخبة من أطباء جميع سوريا، من حلب، من اللاذقية، من حماة، ومن دمشق، لمناقشة كافة التطورات حول الأمراض العصبية الإنتانية. طبعا خلال الأزمة ظهرت أمراض جديدة على سوريا، قمنا بالتداخل بشكل مباشر. المؤتمر منصة للحوار الدائم بين الأطباء لرفع مستوى الأطباء في سوريا. أهم شيء لازم يفهم المجتمع ويفهم الناس أنه أي إنسان بيكون طبيعي تماما 100% وبيتعرض لصداع شديد وارتفاع حرارة وبتجيه نوبة اختلاج، لازم فورا نفكر أنه هذا ننفي أو نثبت التهاب دماغ.